وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما هناك رسالة متداولة يقولون فيها فتاة بلغت من عمر 16 سنة مريضة مرض عجز الاطباء عن علاجه، وفي ليلة القدر بكت بكاء فنامت، فحلمت أن السيدة عائشة رضي الله عنها أعطتها كأسا من الماء، وعندما استيقظت وجدت نفسها قد شفيت تماما، وجدت قطعة من القماش كتب عليها لا إله إلا الله، فأوصلت قصتها إلى عميد فحصل على ترقية، وأوصلت هذه الرسالة إلى تاجر فأهملها فخسر كل ثروته، وأوصلت إلى طالب على باب الامتحانات فنشرها فنجح، اسم محمد الشاوي، أقسم بالله العظيم أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ المسلمين عني، فمن ينشرها يفرح فرحا شديدا، ومن يتجاهله فسوف يحزن حزنا شديدا، لا إله أنت سبحانك أنت ربي فاغفر لي إني كنت من ضيع سنة 25 شخص، وسوف تسمع خبر مفرح الليلة. يا شيخنا بارك الله فيك، هل هذا هو صحيح؟ هذا الذي نشر في الرسالة كذب، هو افتراء على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى أمهات المؤمنين، ولا أصل له، ولا تنشر مثل هذه الخزعبلات ومثل هذه الكذب والأباطيل. شكر الله لكم ونفع بكم، والسلام عليكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.